ثاني يوم الاول هو هو دخل مغلدنا بقينا على اللي بقينا حضراتكم اللي عندي على لا احضرهم هم بيصلوا احضرهم هم بيصلوا اي واحد يقال حنطبع معلش يحامل ضميره هيتشيل على اللي مات يوم الايام كده الشرطة هتتغير كلها بلواءتها بقى عساكرة كلها هتتغير بعد البرلمان حاملوا ضميركم قبل وقت كريم نضافكم عايزين احترمت ولادكم وناسكم انا عندي السكر والكبده ومعلم ثلاثه من ليبيا من بلد الكذابه من كتبه من ايام ما كتب البطاقه لو مبارك مكرمني في بلدي ما كنتش اتغربت اداب فرنساوي واقتصاد وعلوم سياسيه وحقوق الشعب من ليبيا ايام ما كتب البطاقه سنه 90 لو مبارك ما مش راضي الشارع ما كنتش اتغربت وكنت سبت عيالي بلطجيه لو قعدت هنا مساوي معاش مبكر من 87 بقالي 23 سنه ما حصلت ال 700 جنيه صحتك وعافيتك وفي مراتك وفي ولادك وفي اختك باسمنا كلنا باسم اللي اتعمل فينا كلنا بس لا اهبد ليه حقي بعد سنه ما خدناش حقي